القمة العربية تواصل أعمالها بالكويت، والجلسة الافتتاحية تركز على قضايا الإرهاب وفلسطين وسوريا. خلال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، شيخ الأزهر ينتقد فوضى الفتاوى، ومحلب يؤكد أن مصر ستظل خط الدفاع الأول ضد الإرهاب. تأجيل الحكم على بديع و 682 إخوانيا لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف بالمنيا لجلسة 28 من إبريل. الرابعة عصرا هنا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، تحية لكم، وهذه نشرة إخبارية جديدة بدايتها من الكويت. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تتواصل أعمال دورة 25 لاجتماعات القمة العربية بمشاركة 13 رئيس وزعيم دولة ورئاسة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. تتصدر أجندة القمة عدة ملفات، أبرزها القضية الفلسطينية وكيفية تفعيل مبادرة السلام العربية والأزمة السورية، إلى جانب تطوير ملف منظومة العمل العربي المشترك والملفان الاقتصادي والاجتماعي. وسط تحديات عدة تعصف بالمنطقة العربية، استضافت دولة الكويت القمة العربية للمرة الأولى في تاريخها في دورتها 25، تحديات فرضت جهودا استثنائية على دولة الكويت لاحتواء تداعيات الخلافات القائمة على أكثر من جبهة عربية. وفي موازاة ترحيل الخلافات إلى خارج جدول القمة، احتلت البنود شبه الدائمة العناوين الرئيسية لجدول أعمالها، والتي جاءت على رأسها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، إضافة إلى مناقشة التضامن العربي الكامل مع لبنان وتعزيز الدعم السياسي والاقتصادي له. إننا مطالبون في نبذ هذه الخلافات والسعي الجاد لوحدة الصف وتوحيد الكلمة والعمل معا في إطار ما يجمعنا ويتجاوز التباعد بيننا، فالأخطار كبيرة من حولنا، ولن نتمكن من الانطلاق بعملنا العربي المشترك إلى المستوى الطموح دون وحدتنا ونبذ خلافاتنا. كما ناقش قادة الدول العربية خلال الجلسة الافتتاحية قضايا مكافحة الإرهاب الدولي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي وجهود إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن القضايا الاقتصادية. تنعقد هذه القمة تحت شعار التضامن من أجل مستقبل أفضل، ونتطلع إلى ترجمة هذا الشعار إلى خطوات ملموسة لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها العلاقات العربية العربية ومواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وتعرضه لأخطار جسيمة. إن الخروج من المأزق السوري تطلب تحقيق تغيير ميزان القوى على الأرض، ومحل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارة السورية ما يستحقون من دعم ومساندة باعتباره يمثل الشر للشعب السوري. هذا وتواصل القمة العربية في دورتها 25 عملها، والتي تم تقصير مدتها إلى يوم واحد يتم خلاله إعلان قادة الدول العربية لقراراتهم تجاه الملفات المدرجة على جدول أعمال القمة، خاصة الحيوية منها. الخلافات العربية والتي تم تنحيتها جانبا عن جدول عمل هذه القمة في دورتها 25 قابلها توافق من قبل قادة الدول العربية حول العديد من الملفات، خاصة تلك المتعلقة بالأزمة السورية والقضية الفلسطينية وملف مكافحة الإرهاب. من مقر انعقاد القمة العربية بالكويت، آيات عبد اللطيف، النيل. وعلى المزيد من المتابعة تنضم إلينا من الكويت موفدة النيل آيات عبد اللطيف. آيات، ماذا لديك من تفاصيل بخصوص كيفية معالجة القضايا الأبرز التي تحدثت عنها في هذه الرسالة؟
حول أن ما تم مناقشته فيما يتعلق بهذه القضايا التي هي جاءت على رأس جدول أعمال هذه القمة هو مناقشة القضايا بعينها وضرورة وسبل مواجهتها. القادة العرب تحدثوا في إطار تفعيل الجهود العربية ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة على أرض الواقع من أجل حل هذه الملفات أو تقديم الحل المناسب لهذه الملفات القضية الفلسطينية والأزمة السورية. وما إذا كان هناك تحرك عربي فلابد من الدعم الدولي لهذين الملفين بالأساس. فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية القادة العرب قالوا أن في كلماتهم أن لابد من دفع المفاوضات إلى الأمام ولابد من وجود ضغط دولي على الجانب الإسرائيلي للالتزام بقواعد الشرعية الدولية وأيضا من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي 67. وكذلك فيما يتعلق بالأزمة السورية قالوا أن المفاوضات هي الحل الأمثل. طيب يعني هذه الأمور جاءت في الكلمات بشكل عام، ولكن ماذا يدور في كواليس القمة عن الملامح الرئيسية الخاصة بهذه القضايا؟ حتى الآن ربما ما تتحدثين أو تسألين عنه عن الخطوات أو الحلول التي سيتقدم بها القادة العرب نحن ننتظر هذا الأمر في الجلسة القادمة والجميع ينتظر أن تتخذ القمة والقادة العرب قرارات حاسمة بالنسبة لهذه الملفات وملفات أخرى فرضتها التحديات التي تمر بها المنطقة العربية خاصة فيما يتعلق بملف الإرهاب. ولكن في الجلسة الافتتاحية تم تناول الأمر بشكل عام وتفاصيل الأزمات وتأثيرها على المنطقة العربية وتداعياتها بالنسبة للمواطنين داخل المنطقة داخل الدول ذاتها وضرورة التكاتف وضرورة ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك ويعني تجنب الخلافات الحالية والنظر إلى هذه الملفات والتي طيب هناك آيات هناك قضايا أخرى عربية هامة هل هي مطروحة بالفعل على أجندة الاجتماعات مثل الإرهاب هناك العديد في ليبيا؟ نعم تفضلي. هناك العديد من الملفات غير الأزمة السورية والقضية الفلسطينية. هناك الدعم العربي للبنان وضرورة توفير الدعم السياسي والاقتصادي. هناك قضايا مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي. هناك أيضا قضايا اقتصادية منها إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية وإنشاء منطقة استثمار عربية وأيضا تطوير منظومة الجامعة العربية خاصة مجلس الأمن العربي وأيضا إنشاء محكمة لحقوق الإنسان. هناك العديد من الموضوعات التي من الخطرة أن تتطرق إليها هذه القمة. نعم وسوف نتابعها نحن بدورنا بكل تأكيد. آيات عبد اللطيف من الكويت أشكرك شكرا جزيلا. وينضم إلينا متابعا ومحللا الكاتب الصحفي هاني الجمل. يعني سيد هاني هل يمكن أن تخرج قمة الكويت هذه المرة بتفعيل حقيقي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الذي بالتأكيد يلقي بظلال كبيرة على فعاليات هذه القمة؟ سيدة الفاضلة دعني أقول لك بعيدا عن القضايا التحليلية المعروفة كالقضية الفلسطينية ووضع لبنان أو غيره يظل موضوع الإرهاب هو الموضوع الحاسم يظل هو العامل المشترك يظل حضور الرئيس المصري المستشار عادل منصور للقمة دافع قوي للخروج بقرارات قوية سواء هنا أو هناك يظل الإرهاب هو الهاجس الأكبر الذي يدور في أذهان الجميع من المحيط الخليج. وبالتالي القمة العربية بالرغم من الظروف الصعبة التي تعقد في ظلها من وجود خلافات سواء خلافات خليجية أو خلافات عربية لسبب دخول قطر وسحب السفراء السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة رغم هذه الصورة الضبابية يظل الموقف المتوقع والأدى والمنتظر هو الوصول إلى قرار حاسم بالنسبة للإرهاب الوصول إلى تبني وجهة النظر المصرية التي طرحها وزير الخارجية على وزارة الخارجية في القاهرة بتبني استراتيجية أمنية عربية موحدة. هذا هو الأهم وهذا هو المنتظر وهذا هو يعتبر العنصر الحقيقي المؤسس إذا استقر الأمر عليه يكون القمة فعلا قد نجحت. ولكن يحسب القمة أنها تسير في ظل ظروف طبعا
تأكيد صعب جدا جدا جدا. ويحسب لأمير الكويت أنه من خلال خبرته السياسية الطويلة والمحنكة استطاع أن يدير حتى الآن القمة. بعد حوالي يمكن ساعة أو ساعتين من الآن تبدأ الجلسة الأولى المطلقة، وهناك موضوعات أو قضايا كثيرة. طيب سيد هاني، بالإضافة إلى دور الكويت الذي أشرتم إليه في الإعداد للقمة وما شهدته من اجتماعات تحضيرية تسبق هذه القمة، هناك تعويل كذلك على دور في الاحتواء لربما الصدع أو رأب الصدع العربي بالنظر إلى كثير من الخلافات التي طفت على السطح في الفترة الأخيرة، أولا من منطلق بأنها على مسافة واحدة من كثير من الأطراف، وأيضا لعلاقتها التاريخية بجامعة الدول العربية. بالنظر إلى ما جرى حتى الآن، يعني هل الأفق يتدنى أم يعلو من التوقعات بأن تسفر هذه الجهود من قبل الكويت؟ مبدئيا بالنسبة للخليج أو الخلاف الخليجي ما بين قطر وبعض الدول الخليجية، هذا الخلاف سوف يرحل إلى ما بعد القمة حتى يتاح لأمير قطر أمير الكويت التحرك إيجابيا نحو الدول الثلاث من ناحية وقطر من ناحية أخرى، وبالتالي يكون أمامه حاليا فرصة على الأقل لتنقيب بعض الأجواء العربية هنا، خصوصا مع حضور أمير قطر لهذه القمة، وبالتأكيد سيكون هناك مناقشات أو مواجهات أو محاولة لترتيب الأجواء ما بين الدوحة وكثير إن لم يكن معظم الدول العربية. وكما نعلم جميعا وكما يعلم المشاهد العزيز مدى تدخل قطر في الشؤون الداخلية سواء. طيب أخيرا، ما دلالة تقليص مدة انعقاد القمة إلى يوم واحد بدلا من يومين من وجهة نظركم؟ هذا خبر على لساني كاذب وعاري تماما عن الصحة. القمة يومان كما أكد قبل كما أكد من حوالي 3 ساعات وكيل وزارة الخارجية الكويتية، القمة تمضي بنجاح وهي مستمرة حتى يوم غد وليس يوم واحد. إذن البيان الختامي لن يصدر اليوم. نعم، البيان الختامي ربما هناك مشروع بيان ختامي، ربما هناك تتناول بعض المواقع، ولكن البيان الختامي سيصدر غدا، وعقبه سيكون هناك مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الكويتي مع السيد الدكتور محمد صدقي العربي. الكاتب الصحفي هاني الجمل، أشكرك شكرا جزيلا. وللمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا من جدة الدكتور أنور ماجد عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية. دكتور أنور، بعد التحية لك، في أي إطار تضع موضوع أو قضية تنقية الخلافات لدول الخليج على من خلال متابعاتك لهذه القمة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه. بالنسبة لهذه القمة، هذه القمة طبعا جاءت في ظروف حرجة وضاءت في ظروف صعبة للغاية، ملفات كثيرة ساخنة، أمور معقدة، ولكنها لهذا أديرت الآن هذه وتدار الآن بحكمة. الحكمة هذه هي في أن طبعا أنه يجب أن تكون هذه أن ترحل بعض الخلافات، وأن يعني يكون هناك نقاط معينة أو ملفات معينة التي تناقش. الغرض منها يعني تقريب وجهات النظر بين كل الفئات الموجودة أو كل الدول الموجودة بالنسبة لدول للعالم العربي وأيضا ودول مجلس التعاون. قضايا الخلافية بين المملكة العربية السعودية وقطر وبعض دول الخليج هذه لن تعرض ولن تدرس في المؤتمر نفسه. لهذا هم وضعوا العملية على شاكلتين، أمور تدرس في مؤتمر القمة وهذه تكون فيها مكاشفة، وكما قال طبعا أمين عام الجامعة العربية أنه يجب أن تكون فيها مكاشفات ومصالحات. أما القضايا مثل قضية قطر والمملكة العربية السعودية ودول وبعض والإمارات والبحرين، نعم، فهذه تناقش على هامش القمة، وعلى هامش القمة سوف تدار كثير من الأمور، لأنها حينما تعرض القضايا على القمة تأخذ يعني منحى آخر، منحى خلافي أحيانا، لكن لما تكون في إطار طبعا ضيق جدا
ربما يعني تأتي بنتائج أكثر إيجابية. طيب دكتور، يعني كنا ننتظر أيضا قضايا أخرى يعني في الملف الفلسطيني على